برحب بحضراتكم مرة تانية، ومن النهاردة بنبدأ رحلة جديدة في مشوار أفريقيا بحثا عن النجمة العشرة. العشرة يا أهلي، طبعا خلاص الفريق النهاردة سافر إن شاء الله طبعا لمباراة يوم الأربع اللي هي هتكون النايجر، في النايجر طبعا مباراة سوني داب، وطبعا بنتمنى كل التوفيق لفريق النادي الأهلي. هنتكلم أكتر عن المباراة دي وعن الفترة اللي جاية طبعا مع كابتن صديق الجمال، يعني نجم الأهلي السابق وكمان عضو لجنة اكتشاف المواهب. برحب بيك يا فندم، منورني. أهلا بيك يا سارة، إزاي صحتك؟ زيك، احنا تمام الحمد لله عشان انت معانا. ربنا يخليك. وخلينا بقى نبدا كلامنا بمباراه السوني داب طبعا اللي هي هتكون في النايجر النهارده. الفريق سافر وهي مباراه يعني ممكن تكون نظريا سهله، عايز اعرف رايك فيها كده فنيا. لا، هو ما فيش مباراه سهله. ايوه، اول حاجه دي بدايه المشوار الافريقي للنادي الاهلي، فلازم طبعا هو مستعد بقوه ومهتم جدا. انت عارف البطوله الحمد لله حققنا التاسعه، فحلم جماهير النادي الاهلي ان شاء الله تبقى العاشره. فمن البدايات الاهلي بياخد كل حاجه باهميه وبجديه طبعا، ومركزين جدا، بدايه من مجلس اداره. طبعا قرار كويس جدا ان مجلس اداره وفر طياره خاصه لبعثه النادي الاهلي، طبعا عشان انت عارفه الاجواء والكورونا وعدم برضو الالتحامات بالنسبه للترانزيت بتاعه، والطياره توفر برضو عدد الساعات في الايه بالنسبه للفرقه يعني. دي هتدي ارتياحيه برضو للجهاز الفني وللمجموعه ككل، يعني يبقى في راحه بالنسبه للسفر. بالنسبه لفرقه الكوره، طبعا انت حضرتك عارفه ان غياب موسيماني عن اللقاء اللي هو المدير الفني بتاع النادي الاهلي، طبعا في موجود المدرب العام وفي كابتن كيفن سامي جونسون. امصان، دول الحمد لله قد على قد المسؤوليه وكانه موجود بالظبط. طبعا بس وجوده كان ليه اهميه برضو كبيره بالنسبه لتيم النادي الاهلي لتكمله المشوار اللي هو بداه موسيماني مع النادي الاهلي. كان وجوده كان مهم جدا. بس طبعا الاهلي هنتكلم عن غيابه، بس انا عاجبني اصلا بدايه كلام حضرتك انه لا، ما فيش مباراه سهله بالنسبه للنادي أكيد. الاهلي في مشوار افريقيا. يعني ده اللي لو جينا قلنا لاي لاعب، حتى لو احنا كجماهير شايفين انه مباراه سهله نظريا بس والاهلي قدها وكلنا ثقه، لو جيتوا فعلا قلت لاي حد او في الجهاز الفني او اي لاعب في الفريق يقول لك ما فيش اي حاجه اسمها مباراه سهله. أكيد. احنا طبعا كامل التركيز وكل مباراه ليها جديتها واهميتها. يعني حلو طبعا ده في بدايه الكلام، وفعلا بقى محتاجين نروح لنقطه ان موسيماني مش هيكون مع الفريق طبعا بسبب فيروس كورونا. شايف انه ده قد ايه ممكن ياثر؟ يعني احنا شفنا مباراه غزل المحله كان كيفن جونسون هو اللي بيدير، ولكن طبعا كان في تواصل بينه وبين موسيماني على طول، وموسيماني يعني مش سايب الفريق، ولكن برضو ادار المباراه بشكل كويس جدا. ادار اللقاء غزل المحله بكفاءه واقتدار، وعملوا نتيجه كويسه جدا من ناحيه التهديف السكور، من ناحيه الاداء اللعيبه كانت بتادي بروح عاليه جدا، وكان في انضباط تكتيكي في الملعب. يعني طبعا كله بيكمل شغله بعضه، منظومه النادي الاهلي مثلا المدير الفني مش موجود، في المدرب العام وفي كابتن سامي قمصان، دول بيادوا الدور بكفاءه لان عارفين كل حاجه اللعيبه قدامهم في التمرينات، هم ملمين بكل حاجه بالنسبه لكل لعيب بدنيا وفنيا، وعارفين مين اللي هو ممكن يبقى فيه اشراكه في المباراه دي او المباراه الثانيه. فالحمد لله عندنا ثقه في الجهاز الفني كله، وبالذات الناس اللي موجوده دلوقتي في عدم وجود موسيماني، ان هم يبقوا على قد المسؤوليه في مباراه مهمه جدا في بدايه المشوار الافريقي. هم ادوا مباراه غزل المحله، الشكل العام كان كويس، النادي الاهلي كان شكله كويس، وبرده من مباراه غزل المحله الاهلي طلع منها بمكاسب كتير في عدم وجود برده المدرب لظروف القاهريه اللي حصلت بتاع كورونا. ظهر بصوره كويسه جدا جدا في الماتش ده مكسب النادي الاهلي، محمد شريف، من تسجيل الاهداف من تحركات في الفتره اللي جايه ان شاء الله يبقى ليه دور كبير، هيبقى موجود في الحته دي في المركز ده في النادي الاهلي. ظهور كهربا بمستوى عالي جدا، ومع تسجيله الاهداف مع الاستحواذ في نص الملعب مع الباصات، يعني كان في شكل مميز. طبعا علي معلول معودنا طبعا على طول، في اكتر من لاعب الاهلي طلع مكاسب كتير من المباراه دي بدنيا وفنيا قبل اللقاء الافريقي، فبديت تدي باور وبتدي افانتاج برضو للفرقه ان انت طالع كسبان مباراتين في الدوري المصري وداخل على المباراه الافريقيه بقوه. فانا شايف عدم وجود موسيماني، انا بتمنى يكون موجود جماهير النادي الاهلي، بس عندنا الثقه الحمد لله في ربنا ثم في الناس اللي موجوده، من اول مدير الكوره الكابتن سيد للكابتن سامي قمصان للمدير المدرب العام اسمه كيجن،
فان شاء الله باذن الله يادوا بدورهم على اكمل وجه في المباراه الاولى باذن الله. باذن الله. طيب كنا عاملين كده مسابقه في البرنامج كده، كنا بنتكلم على بنسال الناس كل جوله او كل مباراه في الدوري مين افضل ثلاث لاعبين بالنسبه او من وجهه نظر طبعا الجمهور، وكانت مباراه مصر المقصه جه الترتيب انه كهربا وبعديه السوليه وبعديه معلول. مباراه غزل المحله لسه ما شفناش يعني النتائج الاخيره، بس عايز اعرف برضو في ناس بتكتب شريف 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 تألق قوي، فرض نفسه اصل هو ده مهاجم وبعدين الناس كانوا مراهنين عليه، وبرضه حاجه تحسب للجهاز الفني ومنظومه النادي الاهلي كل اللعيبه اللي كانت المعارين طبعا. الحمد لله الاهلي جابهم لان في اشد الحاجه ليهم، فبدل ما يجيب لعيبه من بره ويشتري ويكلف النادي، لا دول ان شاء الله هيبقى ليهم دور كبير جدا جدا. من دول من محمد شريف، احمد ياسر، ريان، اللهم صل على النبي، على اللعيبه المعارين، اللعيبه المعارين ناصر ماهر، ناصر ربنا يشفيه، اكرم طبعا، اكرم المجموعه دي كلها، صلاح محسن، المجموعه دي كلها هيبقى ليها دور الفتره الجايه، فداخلين بقوه وكل واحد هيلاقي فرصه زي دي اتشبث بيها هيبقى ليه دور مع النادي طبعا الاهلي. ده ذكاء من النادي الاهلي ان هو بيعرف يعني يطلع اللعيبه دي امتى اعاره ويستفيد منهم امتى، بيبقى هو كده يعني افاد اللعيبه دي خطوة لمصلحه جيدة. مصلحه النادي ومصلحه اللعيبه دي، بدل ما بيعهم وارجع اجيبهم بفلوس كتير، لا هم كده استفادوا، هم استفادوا طبعا وافادوا الفرق طبعا اللي لعبوا فيها اكيد، وانا رجعت استفدت بيهم دلوقتي. احنا كنادي اهلي تألقهم استفدنا اكتر طبعًا. استفدنا اكتر بايه؟ دول ولادنا لما يرجع اكثر جهوزيه فنيا وبدنيا وخبرات اكتسبها من الدوري المصري، يعني لما يكون واحد طالع من النادي الاهلي ما كانش بيشارك بصفه اساسيه ويطلع بره يشارك في 20 مباراه او 25 مباراه او 15 مباراه، دي بتدي له برده افانتاج وتدي له باور، لما يجي النادي الاهلي هيبقى اكثر جهوزيه. النادي الاهلي شافه كويس جدا، شافه في مباريات كتير، فالمدير الفني لما اختار برؤيه فنيه عاليه جدا، فالناس اللي جت دي كلها من ضمنهم محمد شريف، وان شاء الله بقيه زمايله هيبقى ليهم دور، وان شاء الله ربنا يشفي ناصر ماهر كان داخل بقوه وكان ليه دور. شريف مسك الفرصه بيسجل، شوفي حضرتك الجمهور واعي جدا جدا، اللي بتيجي لما بتعملوا اي استفتاء او حاجه كله بيقول لك شريف شريف شريف. ليه؟ انه داخل بقوه، احرز في المباراه الاولانيه، احرز في المباراه الثانيه، غير كمان الاداب، بيوصل للجون، بيتحرك، عنده رؤيه تحت الثلاث خشبات، فدي بتؤهله انه يكون موجود الفتره دي، فالناس كلها بتختاره. بقيه اللعيبه طبعا علي معلول خبرات كبيره جدا، بيبقى ليه دور كبير والناس بتختاره بـ 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 بكفاءه، يعني بكفاءته العاليه في الفتره. كهربا انا متاكد كهربا هيبقى ليه دور كبير في النادي الاهلي، انا شفته في اكتر من لقاء بيتحدى نفسه وبيتحدى الراي العام الاهلاوي والغير اهلاوي، ان انا هيبقى ليه دور كبير ان شاء الله مش هيطلع من الملعب. طب قولي ثلاثه بس قبل ما اسال السؤال تاني. كهربا بترتيب شريف 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 كهربا شريف كهربا وعلي طبعا وعلي معلول. بقيه اللعيبه الثانيه كلهم كويسين اصل هم لا طبعا طبعا، بس احنا عشان الاستفتاء بس. بالظبط بالظبط. طيب خليني افكر حضراتكم انه السؤال المره دي هو مين افضل ثلاث لعيبه في الجوله الثانيه من الدوري في مباراه طبعا الاهلي او في فريق الاهلي، ودي كانت مباراه الاهلي وغزل المحله. يمكن في اكتساح واضح عليك واحد لشريف حاضر يمكن في اكتساح واضح لشريف طبعا من كل التعليقات اللي جايه، ولكن لسه طبعا زي ما قلنا لحضراتكم احنا بنحسبها بالنقط، اكتر لاعب يجي اسمه بيبقى بياخد ثلاث نقط الاولاني وبعدين نقطتين وبعدين نقطه واحده للاعب الثالث. قولي الاسم. حاجه مهمه جدا الرابع. جدا ده ممكن يكون الاول كمان، ده وجهه نظري شخصيا. بدر بنون. بدر بنون بسم الله ما شاء الله، صراحه بدر صفقه قويه جدا، احب اسمع رايك. ليه دور كبير جدا جدا الفتره اللي فاتت في دفاعات النادي الاهلي في الملعب وبره الملعب، ودي عملت اثر ايجابي جدا على زمايله وبالذات المساكين، يعني هو من ساعه ما جه ايمن اشرف بسم الله ما شاء الله في تصاعد في اتزان جنبه، الحته دي بقت كويسه جدا في النادي الاهلي ان شاء الله، والفتره الجايه بيديله حافز هو وياسر ابراهيم وبرده بقيه الناس الثانيه اللي هم المساكين ما يرجعوا بالسلامه، كان سعد او رامي ربنا يشفيه. فبوجود وجود بدر بنون من اهم المكاسب، وعمل برده ايه اتزان برده في خط ظهر النادي الاهلي، ادى طمانينه للمدير الفني لانه لعيب مميز عنده قدرات عاليه جدا، عنده ثبات انفعالي، عنده شخصية قوية، الشخصية بتاعته فارضها بالأداء. والماتش اللي فات عمل واحدة كويسة جدا، عمل تاكلين في الملعب، طلعت بره الملعب كان ممكن يقف على كده وقطعها بتفوق، لا حاول عليها جاب الكرة تاني، بدل عنده رشاقة، عنده مرونة، فكره عالي جدا. ومن ضمن المساكين بيفكرنا أو المدافعين
في من ريحة الناس كتير لعبوا في المكان ده في النادي الأهلي وفي منتخب مصر، يعني بيجمع صفات كتير في لعيبة كتير قوي كانت في مصر في المركز ده. فهو إن شاء الله هيبقى الفترة الجاية في وسط دفاع النادي الأهلي مكسب كبير للنادي الأهلي، ده برضو برشحه من ضمن يا تاني يا أول. آه. طيب مش هو ما ينفعش يبقوا أربعة على فكرة، لا. يعني ده الاستفتاء، ده الاستفتاء ده بتاعنا بتاعك أنت، رؤية فن رؤية فنية خلاص مننا. ماشي. طيب عاجبني طبعا فكرة إنه إحنا دلوقتي مرتاحين قوي ومطمنين إنه رجوع المعارين والصفقات الجديدة معلية الفريق كله. يعني مثلا لما باجي أتكلم إنه لما بيبقى في منافسة قوية في المراكز دي ما بين اللعيبة ده بيبقى لصالح النادي الأهلي، زي ما حضرتك بتقول بدر بنون وأيمن أشرف هيعلوا مع بعض أكتر، ده حافز لزمايله في نفس المكان. شايفة إنه شريف وكهربا مثلا قريب شويه او لما يندمجوا اكتر وينسجموا اكتر مع بعض هيبقوا ثنائي هجومي خطير جدا في النادي الاهلي. اكيد اكيد، بس هو مركز شريف هو بيلعب راس حربه، وراس حربه مميز جدا بيتحرك وعنده الصفات بتاعه المهاجم، محطه كويسه، بيلعب على الجون كويس جدا، بيوصل بيعمل اسيست مع زمايله. هو مش مهاجم صريح ومع ذلك هو لا يعني ساعات بيلعب فروت صريح، ما هو دلوقتي مروان ما كانش موجود فبيلعب شريف ساعات بيلعب فيرويد، لما بينزل بتحركات حسب اتجاه الكره وحسب اتجاه اللعب هو بيروح في المساحات، بس اتجاهه كله بيبقى رايح على راس الحربه على الهدف على 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 المرمى، عشان كده بيسجل، بيقدر يترجم فرص كتير قوي، عشان كده وضعه البوزيشن بتاعه في الملعب بيبقى اتجاهه كله للمرمى بدليل ان هو بيسجل. لما علي معلول عمل له ثرو باس قطع وراح صح وعمل اتجاهات وراح للجون جاب جول، عنده الحس بتاع الايه المهاجم اللي هو كده. ما هو كان في انبي احرز كان في كان بيلعب مع مين كان في انبي احرز اهداف كتير جدا من مركز راس الحرب المهاجم، سواء بيجي من تحت المتحرك او من راس الحرب الثابت، لان عنده حته تكتيكيه كويسه جدا جدا وعنده مرونه في الحته اللي قدام سواء في اليمين او في الشمال بيوصل كويس للهدف. فده يبقى تحركاته كويسه قوي يا كابتن، الكوره ومن غير الكوره يعني اللي بتخليه يتفوق ويبقى ليه دور مع زمايله، بتخليه يوصل. ما المهاجم لو ما اتحركش هيوصل ازاي؟ ما انا بلعب نص ملعب، لو المهاجم ما بيتحركش كويس قدام هحط له كور ازاي واعمل له اسيست من هنا او من هنا؟ فلازم يكون عنده تحركات ويساعد الراجل اللي معاه الكوره انه يلعب له. احنا نشكر كابتن حلمي طولان اللي وظفه مهاجم صريح. لا اكيد اكيد، الكابتن حلمي كان عنده رؤيه كويسه وهم كان في اشد الحاجه ليه، لان مركزه كان ما كانش موجود في انبي لما راح، عمل اضافه ليهم، هو استفاد بالفتره الاعاره وجالنا الحمد لله كويس جدا جدا. بالنسبه لكهربا بيلعب في نص الملعب، بيلعب في اي مكان، كهربا عنده حلول كتير وعنده مهارات وعنده استحواذ مميز جدا جدا لما يكون في حلول. في فراوده تانية ان شاء الله احمد ياسر هيكون ليه دور، مروان لما يرجع بالسلامه، صلاح محسن سواء مهاجم او تحت الفيرويد، ان شاء الله دي كلها بتصب في مصلحه النادي الاهلي. اللعيبه دي كلها عشان كده النادي الاهلي لما جابهم ما جابهمش من فراغ، بعد متابعه جيده جدا جدا، وان شاء الله يكون لهم دور الفتره الجايه بالنسبه للنادي الاهلي. ان شاء الله اي حد موجود زي الظروف اللي حصلت حضرتك كنت بتتكلم عليها هو هتروحي لها دلوقتي لما حصل كورونا. أيوة. حصل بدايل. انا بقى عايزه اسالك في ده، اتفضل. طبعا يعني خلاص ما سافرش مع الفريق رامي ربيع والسوليه وقفشه بسبب طبعا ايجابيه مسحه كورونا ليهم وربنا يشفيهم يا رب، وخلاص دلوقتي مع الفريق او انضم للقائمه خلاص وسافر سعد سمير ومحمد شكري وطاهر. شفت الموقف ده ازاي وقادرين قد ايه يعوضوا غيابهم؟ هو ظرف طبعا سيء ان ما كانوش موجودين لان دول من اعمده لعيبه النادي الاهلي، والفتره اللي فاتت كان ليهم دور كبير مع فرقه النادي الاهلي، بس دي حاجه خارجه عن ارادتنا. موضوع الكورونا دي حاجه بقى بتاعت ربنا مش احنا مالناش دخل فيها. فالحمد لله ان الاهلي حاطط برضو استراتيجيه لعدد اللعيبه المميزين، عدد الناس اللي جت ان كل واحد هيبقى ليه دور من ضمن الادوار. الظروف اللي حصلت دي دلوقتي راح السوليه وراح قفشه دول بيلعبوا في مركز الوسط، رجع مع طاهر محمد طاهر وفي سعد سمير رجع مكان رامي، وفي اللي هو شكري من ضمن برضو الخامات الكويسه جدا يبقى ليه دور ان شاء الله في المستقبل مدافع، فهيبقى برضو هيسدوا بعض الفراغات مع وجود بدايل مش بدايل مع وجود عناصر مميزه برضو كان بيلعبوا الفتره اللي فاتت زي حمدي فتحي وزي ديانج وزي اكرم توفيق، دول من العناصر المؤثره في وسط الملعب. يعني برضو هيحاولوا يسدوا الفراغ لانه كان بيلعبوا مع بعض بعض الماتشات، وساعات بيلعب ده من غير ده، ساعات كان بيبقى موجودين كلهم في وقت واحد. يعني السوليه كان مع ديانج، حمدي فتحي، ديانج مشي دخل حمدي فتحي، فان شاء الله باذن الله الناس اللي موجوده في النادي الاهلي في تيم النادي الاهلي هيحاولوا يعوضوا الغيابات
اللي هي بتاعت الايه الناس اللي ما راحتش مع البعثه، ويقول هيبقى ليهم دور ان شاء الله باذن الله في الماتش بتاع افريقيا. طيب لو بنتكلم على الدوري بشكل عام يا كابتن صديق، وانه الموسم ده الناس شايفه انه من بدايه الدوري كده لا انه قوي، يعني في فرق صعدت وعامله صفقات حلوه قوي وعامله طبعا نتائج كويسه زي سيراميكا كليوباترا وطبعا كمان البنك الاهلي. عايزين نتكلم بقى عن ده، يعني هنروح لفاصل ونرجع نتكلم عن ده بالتفصيل، انه قد ايه فرق لسه طالعه بس برضو ماشيه بشكل كويس بالظبط في الدوري وممكن يوصلوا لفين. هنتكلم عن ده طبعا مع كابتن صديق الجمال بس بعد الفاصل. برحب بحضراتكم مره ثانيه، ولسه معايا كابتن صديق الجمال، وطبعا بنتكلم كنا يا كابتن على الفرق اللي صعدت الدوري والمنافسه عامه في الدوري السيزون ده او الموسم ده قويه ليه دلوقتي الفرق دي محققه النتائج دي الصفقات؟ بدايه المسابقه بدات، يعني تعرف موضوع كورونا وكده، فالناس لحمت على طول. فالبدايه كانت مميزه جدا، اول مره يبقى بدايه الدوري تبقى قويه جدا من فتره من قبل كده بكتير، يعني بدليل المباراه اتلعبت في اكتر مباراه كانت مميزه جدا وكان فيها نديه، زي مثلا سيراميكا ثبت وجوده، لعب مباراتين كبار جدا جدا، لعب الانتاج ولعب البنك الاهلي، جاب عناصر مميزه ليهم شكل، يعني نادي زي ده صعد من الدرجه الثانيه وحقق 6 بونت مع فرق المقدمه زي برضو اسوان، بس انا بتكلم على سيراميكا بصفه خاصه. لفتوا نظري عندهم مجموعه لعيبه كويسه جدا زي الناس اللي هي شادي حسين وشريف دابو، في محمد ابراهيم، في ناس طبعا لسه هتخش برضو في المباريات اللي جايه، ليهم دور في الدوري من بدايته بادئين بقوه. فانا متوقع لهم هيبقوا في حته كويسه لو كملوا على كده ونفس المستوى، هيبقى ليهم دور ان شاء الله في الدوري السنه دي، لان هم ثبتوا وجودهم في اول مباراتين. نفس الكلام اسوان بس مع الفارق ان امكانيات اسوان ظروفهم رغم ان هم حققوا 6 نقاط بس ظروفهم طبعا الماديه انا برضو مش هتسمح لهم يكملوا زي سيراميكا. سيراميكا الحته الماديه مساعداهم. طب شايف اصلا يعني سيراميكا ممكن يوصل لفين في الدوري الموسم ده؟ والله لو بنفس الاداء بنفس القوه معاهم مدير فني كابتن هيثم مدرب كويس جدا، اللعيبه اللي جابوها كويسه، عناصر مميزه، بكار، عامر، محمد ابراهيم مع الناس القدام عاملين توليفه كويسه. لو كملوا كده هيبقى ليهم دور، هيبقوا مكانهم كويس في الدوري المصري، وبرده ممكن يدعموا تاني، محتاجين تدعيمات او حاجه، بس هم عندهم برده في ميزه كويسه، الامكانيات الماديه متوفره ليهم. هنشوف رغم اسوان كسب مباراتين و6 بونت، بس المدير الفني بتاع اسوان سامي الشيشيني قلقان جدا، حتى عيني مش عايز يفرح او حد يفرط في الفرحه، بيقول للعيبه ان احنا اللي احنا عملناه ده يعني ده كرم من عند ربنا، ان احنا مش تفكروا بقى ان احنا نكمل بقى وهننافس وبتاع، لا، عارف امكانيات لعيبته، عارف امكانيات النادي الماديه، فدي بتحكمه. في ناس ثانيه زي الاتحاد السكندري مع كابتن حسام حسن، الباشمهندس محمد مصالح عمل تدعيمات قويه جدا، واول ماتش كسبه البيراميدز وداخلين بقوه على الدوري، جابوا برضو لعيبه وممكن هتلاقيهم في حته كويسه السنه دي في الدوري. الفرق كلها مستعده وعملت تدعيمات كويسه، البطوله باين من اولها كويس. طبعا على راس الناس دي كلها النادي الاهلي، الحمد لله زي ما عودنا البدايه قويه جدا، مباراتين قبل ما نتكلم على البدايه دي ولازم اروح معاك ليها، في صفقات تانية شايفها لفتت نظرك في الدوري المصري قويه غير طبعا لاعبي سيراميكا كليوباترا؟ اول التدعيمات كلها بتبقى مثلا ايه من نادي لنادي، مثلا البنك عمل تدعيمات بس كلهم اللي مثلا مشي مثلا من دجله، اللي مشي مثلا من المقاولين، اللي كلهم يعني احمد علي، كل واحد مثلا زي دجله جاب مثلا صلاح امين، التدعيمات بتبقى في اضيق الحدود وحسب امكانيات الماديه للفرق. بس انا بقول لك الفرق اللي كانت تدعيماتها باينه مميزه اللي هي سيراميكا، جاب اكتر من عنصر زي صالح جمعه ومحمد ابراهيم، او المجموعه دي كلها بنت على الارض. الاتحاد برضو رجع عمار وجايب لعيب اللي هو السيرد باك، نسيت اسمه، اللي هو الافريقي ده، لعيب كويس جدا الكابتن حسام جايبه، ليه دور مع فرقه الاتحاد اللي هو قلب الدفاع. فكل الفرق بتجيب، الاسماعيلي برضو جاب لعيبه كويسه وجدد مع اللعيب اللي هو التونسي فخر الدين بن يوسف، كمل معاهم السنه دي. كل الانديه تحاول تجيب لعيبه على اساس تبقى فرقتها تأدي في البطوله، يبقى ليهم دور
والفرق كمان اللي بتخاف ان هي تكون هتهبط. طيب احنا متفقين طبعا البدايه مهمه جدا في مشوار الدوري وبتسهل بعد كده كتير، والحمد لله الاهلي بدا بدايه قويه في مباراه مصر المقصه وبعدين مباراه غزل المحله، 6 نقط مهمين، شفت ده ازاي؟ طبعا لا الاهلي عودنا الحمد لله، الامور كلها بتبقى بجديه، الدوري زي الود زي اي حاجه، فداخل مستعد بقوه لبطوله الدوري لان دي البطوله المحببه لجماهير النادي الاهلي والتيم النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي، ما ينفعش يفرط في بنت من اول البطوله بيخش عينه على الـ3 نقاط، وده الاهلي ربنا حكم عليه بكده، يعني ايه جمهوره بقدره ان هو يبقى الاول، فما بيقدرش يخش في اي منافسات او اي استحقاقات عنده الا لما بيحب يجيب العلامه الكامله. كان مستعد بقوه وحقق انتصارين وحقق سكور برضه كويس خلاه هو المتصدر، وان شاء الله يبقى في المكانه بتاعته اللي معودنا عليها. بقيه المباريات الثانيه اللي جايه بياخدها برضه بقوه وبتركيز، مفيش تراخي او استهتار بالنسبه لتيم النادي الاهلي. الفرقه الثانيه استعد زي ما تستعد، الاهلي استعداداته بتبقى خاصه ومهمته بتبقى زي ما بيقولوا ايه بتبقى صعبه جدا، لازم يكون البطل. فان شاء الله باذن الله زي ما عودنا يكون ماشي في السكه دي ويكمل المسيره على طول باذن الله. طيب عندنا اهداف كتير الفتره اللي جايه، ولكن اقرب حاجه واقرب مباراه بالنسبه لنا مهتمين بيها دلوقتي مباراه سوني داب يوم الاربعاء. كيفن جونسون هيجري تغييرات على التشكيله اللي شفناها الفتره اللي فاتت، او شايف التشكيله ممكن تبقى ازاي؟ احنا خلاص عندنا وفره من اللاعبين يعني الحمد لله، شايف ازاي ممكن تبقى التشكيله في المباراه دي؟ بالنسبه للمدرب العام طبعا بيبقى في ترابط واتصالات على طول مكثفه مع المدير الفني، لان هو حاطط الاستراتيجيه اول حاجه بتاعه اللعب وبتاعه المباريات وبتاعه الفتره اللي جايه، مستر موسوماني هو حاطط الاستراتيجيه كلها. بس اي حد بيطبق اللي بيقولوا عليه المدير الفني مع الرؤيه الفنيه اثناء المباراه، لان هو المدرب بيبقى موجود في معاهم على البنك. فالراجل اللي عنده رؤيه كويسه والكابتن سامي امصان عنده رؤيه كويسه جدا جدا، حته التشكيل هيبقى فيه بعض التغييرات بسبب غيابات قفشه والسوليه، لان دي حاجه طارئه، فلازم يكون في تغيير. الهيكل الاساسي بتاع النادي الاهلي موجود، وبالذات الحمد لله في خط الظهر، ان الناس بتلعب زي ما هي، المعلول وهاني وايمن اشرف، ايمن اشرف وبدر بنون الحمد لله متواجدين، في ديانج وفي حمدي فتحي برضه الناس اللي موجوده بصفه اساسيه. التغييرات اللي فوق كهربا ان شاء الله يبقى ليه دور، شريف موجود في اضيق الحدود، بس الحته اللي بتاعت القفشه والسوليه لازم يخش حد مكانهم على اساس برضه ايه المدير الفني ما ينفعش ايه يبقى يسيب الحته دي مثلا، هو جايب بدايل ما ينفعش ما يقول لك ايه دول مش هيلعبوا يبقى في حير، لا الحمد لله في البديل الكفء. فالتغييرات هتبقى في الحته دي، حته طريقه اللعب الاهلي معودنا بالطريقه اللي بيلعب بيها سواء في الدوري او سواء في البطولات الافريقيه، بس كل مباراه بقى لها ظروفها الخاصه حسب المنافس اللي احنا بنلعبه. من بدايه اللقاء المدير الفني طبعا قاعد بيقرا الجيم من اوله، بيشوف احنا نفرط في الحته الهجوميه، عندهم حد مميز بيلعب بنأمن الحته الدفاعيه، نص الملعب بيكون فيه التركيز عالي جدا جدا بحيث ما يكونش عندنا ثغرات، لان الماتش في الاول وفي الاخر بره ملعبنا. هيحاول على قد ما يقدر ان احنا ربنا يكرمنا نخطف جون في الاول يدي اللعيبه برده الثقه واحنا نركب المباراه من اولها، وان شاء الله ما يجيش فينا جوان باذن الله ان شاء الله. والناس اللي موجوده كفاءه وهيديروا اللقاء كان باذن الله يكون موسيماني موجود. في ناس بقى شايفه انه موسيماني لسه ما يقدروش يحكموا عليه لحد دلوقتي، وفي ناس طبعا شايفه لا انه موسيماني عامل يعني جه ووقت كان ضيق وكل لحد دلوقتي الاهلي ما خسرش ولا مباراه الحمد لله يعني تحت قياده موسيماني. عايز اعرف رايك، انت شايف انه بصماته خلاص كده وضحت بشكل كامل مع الفريق؟ لا لسه مش بشكل كامل، لسه هيوريهم فكره اكتر وتكتيكه اكتر، ولا لحد دلوقتي ما تقدرش برضه تحكم عليه؟ لا وفي ما اقدرش نحكم عليه يعني ايه في كل الفتره اللي فاتت، بس في مؤشرات لازم نديله حقه فيها. هو الراجل جه احرز 3 بطولات، البطوله الاولانيه كان مشاركه مستر فايلر لحد 3 ارباع، بس هو اول ما جه ليه شخصيه في الملعب، ليه دور كبير مع تيم النادي الاهلي، هو عارف حجم وقيمه النادي الاهلي في افريقيا وفي مصر، وعارف اسم النادي الاهلي كبير جدا، فلما دخل دي ادت له ارتياحيه اتعامل كانه موجود بقاله فتره. هي بطوله الدوري بتحسب لفايلر، ولكن فعلا هو كان ليه دور لان الاداء اتغير فتره فايلر والكورونا، وان مشي ساعه ظروف وضعه الاسري وكده والمدام وبتاع، الاهلي كان فيه دروب شويه حته الاداء
ضمننا البطوله، بس لما جه مستر موسيماني عمل اتزان لفرقه النادي الاهلي، وبالذات لما فنش الدوري دخل على البطوله الافريقيه الحمد لله قدرنا نتفوق على الزمالك، خدنا البطوله التاسعه، بقى ليه دور كبير في البطولات اللي هو متواجد فيها. صح. هو عنده الفتره اللي جايه تحديات كبيره، بطوله افريقيا بادئها من الاول، عنده بطوله الدوري بادئها من الاول، هو عنده برضو ارتياحيه في التعامل مع منظومه النادي الاهلي. الحكم عليه زي ما قلت لحضرتك عنده تحديات كبيره، هيثبت للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي وجماهير مصر يعني بصفه عامه ان الراجل ده كفاءه ويكون موجود في المكانه دي، فانا لازم اديله الافانتاج واديله الفرصه عشان نحكم عليه حكم كامل. بس الحته الاولانيه هو خد العلامه الكامله ان هو حقق بطولتين وساهم في البطوله الثالثه بحته الاداء لما فنش غير شكل الفريق، غير شكل الفريق وادى ارتياحيه برضو لبعض اللعيبه، في لعيبه في الملعب ارتاحوا معاه، عرف يوظف برضو، عرف يطلع اللي عند كهربا، عرف اللي طلع عند اكتر قفشه، يعني في حاجات معينه المدير الفني بيقراها في اللعيب، ممكن يبقى في ارتياحيه للعيب مع المدرب. شفت ازاي فعلا بقى التعامل النفسي ده مع اللعيبه من موسيماني، وقد ايه هو فاهم اللاعبين وفاهم كل واحد يتعامل معاه ازاي. فرقت مع النادي الاهلي ومعاه هو 380 درجه، ان هو عارف تيم النادي الاهلي، يعني اكتر من مسؤول كان بيتكلم، هو لما جيت عقده معاه عارف لعيبه النادي الاهلي بالاسم. حتى الكابتن الخطيب لما كان بيتكلم في حديثه يعني مع اسمه السعدي بتاع الامارات ده، يعقوب السعدي الاعلامي الكبير طبعا، بيكلمه قال له لا الراجل جاي عارف تيم النادي الاهلي، عارف اللعيبه بالاسم، فادي ارتاحيه ليه هو وادي ارتاحيه لمنظومه النادي الاهلي، لان لما يجي واحد غريب على الفرقه بياخد فتره لما يتاقلم معاهم، لما يوظف لعيب، لو في لعيب هو مش عارفه وحصل دروب معاه في الملعب او اي حاجه بالنسبه لوضعه البوزيشن بتاعه في الملعب، لو مش عارفه هيتعب معاه وممكن يضحي بلعيب الظروف ما تخدموش، الوقت ما يسعفوش ان هو يساعد اللعيب ده. لما ما يكون عارفه زي قفشه، يا قفشه مع موسيماني شكل تاني، صح، اداله ارتياحيه في حتت في الملعب بيسهلها للعيب المدرب، واللعيب برده لما يكون عنده انضباط تكتيكي للمدرب بينفذ كل حاجه عايزها المدرب، بيبقى في ارتياحيه للطرفين. نفس الحاجه تطبق على الناس زي مثلا كهربا، في حلول في الملعب من اللعيب وبرده من المدرب. المدرب ممكن يحط اللعيب في حته يؤدي فيها بامتياز، وممكن يديله مهام، يعني واحد مثلا عنده الحته الدفاعيه بتبقى سيئه جدا او ضعيفه جدا بنسبه مثلا 20% لو عارف يدافع، ما بياخد منه الحته اللي فوق، لو هو حابب اللعيب او الدنيا ماشيه كويس بيظبط له الدنيا في الملعب، حد من الديفندرات بيغطي، حد بيساعده لو في حاجه، بس المهم يؤدي المهام اللي هي الهجوميه اللي تنجح الفرقه وتنجح المدرب. في مدرب ما يصبرش على كده، يجي الحاجات اللي اللعيب مش هيأديها المدرب يشوط فيه يبقى خلص عليه. فدي من ضمن الحاجات اللي ريحت الفرقه وريحت النادي الاهلي وريحت المدرب، ان الراجل ده عنده كل المعلومات والداتا كامله عن فرقه النادي الاهلي والمنظومه، مذاكر الاهلي كويس قوي يا كابتن من قبل ما يجي كمان جدا. ما يعني ايه عارف اللعيبه؟ يعني عارف طريقه اللعب بتاعتهم، عارف امكانيات، عارف ايه وضع النادي، مبادئ النادي، ما دي كلها مذاكره، كل الحاجه دي بقت موجوده عنده. لما جم الناس قالوا له يعني تبقى متواجد، كان في قمه السعاده، ده هم اعلنوا عن الحاجه دي في جنوب افريقيا قبل هنا، الناس كانت مرحبه جدا جدا، كانوا مبسوطين جدا طبعا، وده شرف لاي مدرب. والمدرب اللي يجي النادي الاهلي بيطلع بسي في محترم جدا جدا، حتى لا قدر الله لو ما حققش بطوله بس بياخد اسم النادي الاهلي اللي بيشغله في اي دوله عربيه، وبيبقى عليه السبوت يعني وعليه العين ان ده كان ماسك النادي الاهلي. فهو الراجل برده ما نفخسش حقه، عنده نجاحات قبل ما يجي النادي الاهلي، عشان برضه ما نقولش طبعًا. ايه طبعًا. ان احنا وقدر يحقق افريقيا قبل كده، لازم ياخد حقه مع سان داونز، وعمل نجاحات، خد بطولات كتير هناك في جنوب افريقيا وخد دوري الابطال، فدي برضه بتبقى كويسه ليه هو بيجي اسمه بيعلى في النادي بيستفيد، والنادي الاهلي الاختيار كان موفق. بتمنى ان الموسم اللي جاي باذن الله يحقق النجاحات دي، او زي ما بقول ايه، يعني بتمنى من ربنا ناخد البطولتين اللي جايين ان شاء الله باذن الله. اهم حاجه عندي دوري الابطال، بطولة الدوري، بطولة الكاس. طيب من التحديات اللي عندنا السوبر الافريقي قدام نهضة بركان اللي تأجل طبعا، كان المفروض يتلعب يمكن في ديسمبر او كده، بس خلاص اتأجل طبعا لشهر 2 تقريبا، يعني شهر 2. شايف المباراة دي ازاي؟ يعني نهضة بركان فريق قوي، يعني من الفرق القوية في المغرب، وفنيا دايما بتبقى المباريات قدام الفرق اللي من شمال افريقيا بتبقى شوية صعبة. اي حد بيجي قدام النادي الاهلي بيعمل بطل، يعني بيبقى ايه متحفز
وجاي بقى يلعب النادي الاهلي في اي بطوله. البطوله دي بتاعت اللي هو السوبر الافريقي دي بطوله وبعدين وقتها قليل جدا جدا. يعني مباراه اللي يكسب بيبقى بطل، بس طبعا الاهلي مباراه واحده زي 20 مباراه في الدوري، زي دوري الابطال بالمجموعات بالتصفيات، كل حاجه بطوله ليها رؤيه وليها معايير عندنا الاهلي بيبقى مركز فيها. البطوله دي الاهلي بعينه عليها وباذن الله باذن الله حققها ان شاء الله، تبقى البطوله الرابعه وباذن الله البطوله الثانيه تبقى الخامسه. نهضه بركان، اي فرقه في المغرب او في تونس او في الجزائر ليهم كل الاحترام والتقدير. كره شمال افريقيا كوره كويسه جدا جدا، بس احنا برضو احنا النادي الاهلي، اي حد بيجي يلعب مع النادي الاهلي بيبقى متحفز وبيجي يلعب على الموت وبيقاتل عشان خاطر يبقى شغله كويس ويحقق بطوله. فاحنا مستعدين لها في اي وقت وفي اي مكان هتلاقي في المباراه. عندنا الحمد لله لعيبه مميزين جدا جدا، وعندنا ثقه كبيره في الجهاز الفني وفي اللعيبه ان باذن الله نحرز اللقب ده ان شاء الله. ان شاء الله نروح لكاس العالم للانديه. ده طبعا كاس العالم للانديه الحمد لله احنا وصلنا خلاص. احنا مبسوطين طبعا انه دي مره السادسه للنادي الاهلي، يعني تفوقنا على ريال مدريد اللي شارك يمكن 5 مرات بس. وطبعا يعني مشاركه تسعدنا كلنا، وكلنا عندنا ثقه ان النادي الاهلي يقدر يروح لابعد مراحله قبل كده، وهي كان المركز الثالث مع مستر جوزيه. وطبعا يعني بطوله بقى عالية قوي، قوية قوي بدنيا وفنيا وكل حاجة يا كابتن. يعني انت بتتكلم على ابطال القارات كلها طبعًا. ومنهم بايرن ميونخ اللي طبعًا. يعني ده بيدوس على اي حد الفترة ده دي، بس ده منتخب مش نادي، بس النادي الاهلي بالظبط. النادي الاهلي يعني قادر، يعني نادي الاهلي فنيا عالي جدا ويقدر ينافس طبعا بشكل كبير في البطولة. انت شايف ازاي؟ انا شايف هي بطولة طبعا كبيرة جدا، اي حد بيتمنى وبيحلم انه يوصل بطولة العالم الانديه كتصنيف كاسم نادي في الكذا القارات اللي موجوده كلها، كل بطل قاره بيتواجد في البطوله دي، فطبعا البطوله مش قليله. النادي الاهلي الحمد لله عنده مجموعه لعيبه كويسه جدا، وعنده مدير فني كفء ومستعد للبطوله دي برده كويسه، وعندنا ثقه في لعيبتنا ان احنا نأدي بقوه في البطوله دي ونحقق مركز كويس. كنت بتمنى يكون في لو 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 في تدعيم مثلا قبل البطوله دي بفروت جامد جدا جدا هيفرق معانا، لان طبعا الفرقه اللي هنلاعبها مش قليله. اعتقد هيكون في تدعيم في شهر يناير. بتمنى بتمنى لو جالنا حد كويس يعني فوق بالذات يكون قوي يفرق، يدي مثلا ايه باور للحته اللي فوق، لان انت هتلعبي زي ما اتفضلتي بايرن ميونخ هتلعب فرقه قويه جدا جدا، التحامات قوه سرعه وكلهم طبعا لعيبه على مستوى عالي جدا. بايرن ميونخ بطل اوروبا واحنا وبطل افريقيا برضه يا كابتن، احنا ما نقلش. لا ما انا معاكي، بس انا فاهمه طبعا الفرق كلها اللي بتوصل للمرحله دي ويخش بطوله العالم الانديه بيبقى عدوا مراحل كتيره جدا مع في انديتهم، لعيبات كلها على مستوى عالي جدا، محترفين على مستوى عالي جدا. فاحنا ان شاء الله نكون مستعدين بقوه، يا رب يكون لنا دور نحقق اي مركز كويس، ولا قدر الله ما حققناش يبقى التمثيل مشرف، اهم حاجه الاداء وروح النادي الاهلي. يبقى انت حتى بتتفرجي لما تلعب مع بايرن ميونخ او تلعب مع ريال مدريد او مع برشلونه او ليفربول اي فرقه وتأدي بقوه، النتيجه دي ملهاش دعوه، لان الناس بتحكم عليكي بالاداء. يبقى ليكي تواجد، ما تنزليش مع فرقه. وعايزه اقول لك على حاجه يا كابتن قبل ما اختم، انه مش بس تواجد، يعني عايزه اقول لك ان جمهور الاهلي دلوقتي لما بيجي يتكلم على كاس العالم للانديه شايف ان النادي الاهلي ليه ما ياخدش كاس العالم للانديه، كلنا شايفين ده انه عندنا مش مجرد طموح، لانه النادي الاهلي ارقامه يمكن اتكلمنا بالارقام قبل كده، عامل يعني عالميا عامل ارقام على مستوى قاره افريقيا وضرب طبعاً. كل بايرن ميونخ وبرشلونه وكله، بس في حته لازم برضو ايه نصحصح الناس بتوعنا، احنا محبين النادي الاهلي، جميل الاهلي كلها مصحصحه ومركزه وعندهم ثقافه عاليه جدا طبعاً. بس برضو احنا بايه بنحاول ايه حته سنه كده بنحط حاجه بسيطه، يعني برضو انا ما بقولش ايه ان انا اروح اخد كاس العالم للانديه عشان ما نحطش ضغط على لعيبه النادي الاهلي ونبقى ايه قاسيين عليهم شويه. لا 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 نقول طبعاً. عايزين نأدي اداء بقوة. طبعا طبعا انت داخله بطوله دوري الابطال اكيد الناس كلها المنظومه يقول لك عايزين نأدي بقوه، عينينا على اللقب ونأدي ولازم يبقى لنا تواجد. لازم ناخد البطوله، بس ما اقولش احنا رايحين ناخد كاس العالم للانديه ونحمل اللعيبه ضغوطات، نحمل مجلس الاداره ونحمل المنظومه كلها. لا نقول طبعاً. لازم نروح زي لما كان جوزيه موجود حققنا ثالث عالم، دي ما كناش متوقعينها اكيد طبعا، وكان في تيم كويس جدا جدا. فاحنا بنتمنى من الله ان احنا نأدي اداء بقوه ومشرف باذن الله
يبقى لينا دور ان شاء الله. بشكر حضرتك جدا كابتن صديق الجمال، وطبعا جمهور النادي الاهلي دايما بيمثل دعم كبير طبعا للنادي الاهلي. بشكر حضراتكم طبعا على المتابعه، وبكره حلقه جديده من برنامج السادسه.